تبديلا، صدق الله العلي العظيم. نزف في هذا اليوم العظيم بطلا فذا وقائدا مضحيا بذل الغالي والنفيس لأجل عزة شعبه، لأجل عزة شعبه وكرامته، مخلدا روحه بمواقف البطولية. أنت حي فينا يا شهيدنا القائد أبا هادي، لقد كنت أخا مجاهدا باذلا ومضحيا. لم تكترث بزخرف هذه الدنيا وبهارتها، ولن تبالي بمغريات هذه الدنيا الفانية. تفانيت في تأدية تكليفك الشرعي حتى في أحلك الظروف الصحية التي عانيت منها، فلك الخلود الأبدي يا أبا هادي. لمن لا يعرف الشهيد نقول لقد كان السيد أبو هادي من صفوة المجاهدين الذين يعلوا جهدا في خدمة قضية الشعب ونصرة الثورة ضد الظلم الخليفي والاحتلال السعودي. فسخر رضوان الله تعالى عليه جل وقته في خط الثورة وربط ليله بنهاره نصرة لكرامة دينه وعزة شعبه. رحلت يا سيدنا وكنت مصمما على تحقيق أهداف الثورة التي نص عليها ميثاق اللؤلؤ. رحلت صابرا مجاهدا وتركت من خلفك رجالا يكملون المسير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم تقبل منا هذا القربان واحتسبه عندك شهيدا وشاهدا على جرائم العدو الخليفي والمحتل السعودي، ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، الخميس 20 فبراير شباط 2014 ميلادية، بلدة سار البحرين المحتلة. جميعنا أيادينا إلى السماء لنهتف بشعار